الزميل نسيم البيكا يعني تواجد في احد مواقع في الدوحه والتقط احدى ردود الافعال من مشجع سوري. دعونا نستمع لهذا المشجع. اليوم قسم بالله اليوم مفروض تفتخر، كانوا رجال، شوف الى وصلوا الى هذا الوقت الى اخر دقيقه، والله مفروض تفتخر بهذا المنتخب. بسم الله الرحمن الرحيم، اكيد فخورين بهذا المنتخب، بس في بيوت عوائل سورية عم تبكي هلا، في ناس ناطرة فرحة صار لها 7 سنين، في أولاد، في أطفال، في لعيبة، في لعيبة رغم كل الظروف عم يلعبوا، أرضية ما في، عم نلعب بلا جمهور، عم نلعب بلا شيء، عم نلعب بس للبلوزة اللي لابسينها، بس للعلم، شو بدي أقول لك أكثر من هيك؟ عملنا كل شيء بكرة القدم، ما قادرين نعمل أكثر من هيك. ما حدا قصر من لعيبه، ما فيني اقول على لاعب قصر، كلهم كانوا رجال. يمكن رب العالمين ما قدرنا نفوز، اكيد له بمشيئته شيء، بس حرام هيك لعبه، حرام. كلكم شفتوا عملنا كل شيء، ما عاد تدخل الطابه، ما عاد بدها تدخل. ما بعرف شو بدي احكي، ما بعرف، اكيد فخورين هيك رجال. بتمنى الناس ما تنسى اللعيبة، ما تنسى 23 لاعب اللي رفعت راسه. صدقني يمكن لأولاد أولادنا نحكي لهم عن هيك لعيبة، عن الشيء اللي عملوا، من إبراهيم عالمة لعمر السومة لفراس خطيب لمرديك مردكان للمواس لكل الناس. اليوم كانوا وردة، كانوا وردة بين مجموعة صخور، بس سبحان الله قدر الله ما شاء فعل، ما في قول أكتر من هيك. أكيد رب العالمين شايف وأدرى مني، كنت بتمنى أنه ننصف، بس لو كانت كرة القدم رجال بس، لكن بس كنا أخذنا، بس نحن تقدمنا عليهم وكنا فايزين بأرضهم 1-0، كنا أحسن منهم. ما بعرف شو بدي أقول لك، الحمد لله على كل شيء. على كل حال هذا كان رأي أحد المشجعين. أنا يعني لست من أنصار التباكي أو الحزن، لأن الفريق فعلا فريق يعني أدى أكثر مما كان منتظر منه، ووصل أبعد مما كان متوقع منه، وأعتقد أنه فريق يستحق التقدير، يستحق تقديمه، ويستحق الحفاظ عليه والعمل على تطويره. يجب أن نستفيد دائما من مثل هذه المواقف في الوصول لما هو أفضل.